ان الناس خاصة في المناطق الشعبية مش واخدين موضوع القعد في البيت ده بجدية، لانهم بيتزاوروا والجيران بيقعدوا مع بعض والولاد بينزلوا يلعبوا في الشارع. فموضوع الحجر الصحي الذاتي ده احنا مش فاهمينه، وده يعني شيء طبيعي لان ده حاجة اول مرة تعدي علينا وحاجة ما احناش مدركين ابعادها واخطرها. اخطر حاجة في موضوع الفيروس ده هو الاعراض اللي بتيجي معاه والمشاكل اللي بيعملها في الجهاز التنفسي. فبيبقى المريض اللي بتظهر عليه الاعراض محتاج عناية ورعاية. هيروح ياخد العناية والرعاية دي فين؟ هياخدها في المستشفى. طيب ما هو المستشفيات ليها طاقة، يعني لو جمعنا المستشفيات الخاصة والمستشفيات العامة وقدرتها الاستيعابية، لو زاد العدد قوي 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 كده المستشفيات مش هتقدر تستوعب العدد الناس العيانة اللي محتاجة رعاية. فياريت ناخد موضوع القعاد في البيت ده بجدية، وتبقى فرصة ان احنا نقعد مع بعض وان احنا نغير الحاجات اللي احنا متعودين عليها. يعني الست اللي متعودة ان هي تروح تقعد مع جارتها بالساعة والاتنين، خليكي في بيتك احسن وخليكي مع اولادك. النهاردة هقول لكم على حاجة ظريفة خالص من الحاجات اللي انا بستغلها عشان اقضي شوية وقت لطيف. هو كتب التلوين. الكتب دي مالية مالية المكتبات، كتب التلوين للكبار، وانا عندي منها كتب كتيرة والرسومات بتاعتها بتبقى رسومات معقدة وشايفين كتابها كتير قوي، فبتاخد وقت. ودي طريقة ظريفة جدا 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 لتقضية الوقت، ومش محتاج الواحد يبقى فنان ولا رسام عشان يقدر يعمل بكتب التلوين دي. النهاردة الموضوع اللي جه في دماغي عشان اكلمكم فيه، ما احنا يعني كل يوم بداية جديدة، فكل يوم فيه فكرة بركز عليها وبشوف ازاي ممكن تحسن حياتي وحياتكم وبفكر نفسي. فالنهاردة اللي جه في دماغي هو اللي هدرف حياتنا، يعني الموارد اللي موجودة في حياتنا وبنخسرها ومش بنستفيد منها. فحددت كام؟ 1 2 3 4 5 6 انواع من الهدر اللي موجودة في حياتنا. اكيد ممكن هتلاقوا فيه انواع تانية، بس هو ده اللي جه في دماغي النهاردة. اول حاجة واهم حاجة هي الوقت. للأسف احنا يا اما بنفتكر ان الوقت طويل قدامنا، خاصة لما بنكون بنفكر في حاجة بعيدة المدى، يعني حابب اعمل ده بعدين، يبقى الواحد عنده شوية صحة يقولك يا عم انا بيني وبين العجز كام سنة، نبقى بنضيع وقتنا بره ومش واخدين بالنا من الناس المهمة في حياتنا، ازواجنا، زوجاتنا، اهلنا، اولادنا. وكل واحد فينا يشوف وقته بيضيع في ايه، واللي يحدد اذا كان الوقت بيضيع او ما بيضيعش هو النتيجة. يعني مثلا انا لو قعدت اقرأ حاجة مثلا خاصة بمذاكرتي، لما كنت بحضر الماجستير، برسالة ماجستير اللي بحضرها، ده ما يعتبرش هدر للوقت. اخد مني وقت كتير، المقال اخد مني وقت كتير، او الريسيرش اخد مني وقت كتير، لكن النتيجة مش وحشة لان هو اضاف لمعلوماتي والمعلومات دي هستخدمها في الرسالة بتاعتي. لو مثلا قضيت وقت طويل قوي قوي في المطبخ اعمل حاجات يعني ممكن امشي حياتنا من غيرها، وكان ممكن استغل الوقت ده في ان انا اقعد مع اولادي او اقعد مع جوزي أو اعمل حاجة تانية اكثر فائدة من الحاجة دي اللي انا ضيعت فيها الوقت، يبقى الوقت ضاع. فنشوف وقتنا بيضيع في ايه. واكتر ناس على فكرة بيضيعوا الوقت
هم الشباب. ليه بقى؟ وانا واحده من الناس، يعني كنت بعمل كده وانا صغيره، لان احنا بنفتكر ان لسه قدامنا الوقت، يا عم لسه قدامنا وقت طويل، لسه العمر جاي، انا لسه عندي 12 سنه او لسه عندي 15 سنه او لسه عندي 20 سنه، ياه انا فين لما اوصل لجدي، في سن جدي فين. فبنفتكر ان قدامنا وقت طويل، لكن ده في مقولة سمعتها بيقولك اليوم قصير لكن السنة طويلة. اليوم ممكن نخلصه بسرعة قوي قوي قوي، لكن السنة ممكن نقول يا ده احنا لسه قدامنا سنة. كل واحد فينا يشوف الوقت بتاعه بنستغله في ايه، بنعمل بيه ايه. النقطة التانية في الهدر هو الأكل، ودي بصراحة يعني أنا من زمان قوي 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 كنت واخدة قرار ان انا مرميش اي اكل. وفي من الدروس اللي اتعلمتها من جدتي صوني النعمة تصونك، وعملت عليها حتى فيديو قبل كده، لكن برضو لما قعدنا في البيت وابتدينا ان احنا نقنن الاكل اللي بناكله ونقنن الهدر اللي بنعمله في الاكل، لقيت ان في حاجات كتير قوي للأسف تعتبر هدر في الاكل وانا ما كنتش باخد بالي منها، او مش ما كنتش باخد بالي منها، كنت بتهاون معاها. زي مثلا الخضار اللي بيبوظ في التلاجة، نجيب الخضار بتاع السلطة، في خس، في جرجير، في الحاجات اللي بتتحط في السلطة وتتزق لآخر الرف وتيجي حاجات تانية فوقيها، ناخد الحاجات اللي على الوش وننسى الحاجات اللي جوه، فأطلع العلبة اللي فيها الخضروات بتاعت السلطة دي ألاقيها باظت، ألاقيها دبلت، ألاقيها مش حلوة قوي. فطبعا ده لقيته انه حاجة مش ظريفة خالص. الحاجة التانية كمان ان انا كنت بعمل احيانا الاكل والاكل يبات لتاني يوم، لو ما حطيتوش في الفريزر يوم والتاني والتالت الولاد ما بيرضوش ياكلوه، وللأسف بضطر ان انا ارمي منه حاجات. فاخدنا قرار ان احنا مش هنرمي اي اكل، ولو اتبقى اي اكل مش هطبخ اكل جديد الا لما الاكل القديم كله يتاكل. فتبص تلاقي بقى ايه، كبشة مكرونة قاعدة في علبة في طرف في التلاجة، طلعوها. فتح مثلا حد فتح علبة تونة اكل نصها والنص التاني ما اتاكلش، طلعوها. فمن زمان انا كنت عاملة حاجة اسمها يوم البواقي، لكن نسيته، ما بقيتش اعمله كتير، فقررت ان انا لا هنرجع تاني موضوع يوم البواقي، بس لا مش يوم بقى واطلع فيه كل البواقي ده، طالما في عندنا بواقي اكل هتتاكل بواقي الاكل قبل الحاجات التانية. النقطة الثالثة هي الموارد الغير مستغلة، يعني عندنا في البيت حاجات موجودة وما بنستغلهاش. تبص تلاقي مثلا أجهزة مثلا محطوطة في الكهرباء، الفيشة بتاعتها هي مطفية وكل حاجة، لكن برضو بتستهلك كهرباء حتى وهي مطفية، دي تتشال. أنوار مفتوحة، فاكرين جدودنا وأبهاتنا يقولوا لنا اطفوا النور اطفوا النور. لما اتكلمت مع الولاد وقعدنا نتكلم ودخلت لهم كمان السستينابيليتي التنمية المستدامة، ان كل طاقة ما بنستغلهاش هي طاقة بنعملها فبتلوث الجو، بتلوث الدنيا، وبالتالي احنا ما بنستغلهاش. فبقوا حريصين على دوا كنوع من نواعي الهدر اللي ممكن يأثر على البيئة، ولقيت ان ده يعني واصل لهم اكتر من لما اقول لهم في فلوس بتدفع في كذا في كذا، لان الشباب دلوقتي ومش الاطفال، المراهقين عندهم احساس شوية بالتلوث البيئي والبيئة من حوالينا. الحاجة التانية مثلا ان انا لقيت ان مثلا الملابس المركونة والاجهزة المركونة والحاجات المركونة اللي احنا ما بنستغلهاش بتخرب بمرور الوقت، يا اما موضتها بتبطل، يا اما الخامة بتاعتها بتبقى وحشة، يا اما بيحصل لها حاجة معينة
ودي في بتوع تجارة والبيزنس بيسموها depreciation. اسمه ايه للديبريشيشن بالعربي؟ الاستهلاك تقريبا. الاستهلاك، ان دي خسارة ناتجة من الاستهلاك او من عدم الاستهلاك. يعني لما يبقى في مصنع ما اجهزة غير مستخدمة، زي مثلا جهاز مركون بقاله سنة وجينا نفتحه بعد سنة، بيبقى فيه ديبريشيشن رغم ان هو ما استخدمش، لان عدم استخدامه برضو خلى الخامة بتاعته تتغير، اذا كان فيه بلاستيك يتغير تركيبته، الحاجات دي كلها، فما بيبقاش بنفس الكفاءة، فبرضو بنخسره. يعني حتى العربيات اللي في المخازن اللي مركونة برضو بيبقى عليها ديبريشيشن بس بنسبة مختلفة. فاحنا في بيوتنا في ديبريشيشن، اي حاجة ما بنستغلهاش بيحصل عليها ديبريشيشن، بتبوظ. احنا مثلا لما بنحط الهدوم بنخزنها من موسم لموسم ونيجي نطلعها، تبص تلاقي الخامة بتاعتها اختلفت، يقولك الصوف عت، في نقر، في حاجات، مجرد بس ان هي حتى مش مستغلة ولا مستخدمة. فابتديت افكر في ايه الموارد الغير مستغلة اللي موجودة عندي، وابتديت افتح الدواليب واشوف ايه في ايه البلاوي السودة اللي احنا بنشتريها وبنخزنها وبنشتريها وبنخزنها وبننساها. فكل فترة كده قررت ان انا اقلب الحاجات اللي موجودة في الدواليب، بحيث ان انا استغلها تاني، وبدل ما تخرب واحنا ما بنستغلهاش، لا نستغلها ونستمتع بيها ونستخدمها. النقطة الرابعة هي المخزون الزائد عن الحاجة. لما نخزن حاجات كتيرة قوي قوي قوي، ودي يمكن يعني حصلت في حياتي، كان شخص مات كبير في السن، لما مات كبير في السن وفتحوا الدواليب بتاعته لقوا حاجات غريبة جدا جدا في الدواليب، من ضمنها أكياس سكر تمنها 16 قرش. حماية الله يرحمه كان بيشتغل في مصانع السكر، فبيقول لي ياه من أيام كيس السكر اللي ب16 قرش دي في الثمانينات يا بنتي. هذا الرجل مات في الألفينات، يعني 20 سنة محتفظ بأكياس سكر وبيخزنها تحسبا اليوم الابيض، القرش الابيض في اليوم الاسود والكلام ده. فنشوف ايه المخزون الزائد عن حاجتنا في كل حاجة، ونحدد لنفسنا فترة معينة، ونهتم قوي بموضوع تاريخ الصلاحية. للأسف احنا في بيوتنا مش بنهتم ولا بناخد موضوع تاريخ الصلاحية دوا باهتمام، لدرجة ان انا اعرف ان في ناس بتاكل حاجات expired، بتاكل حاجات منتهية الصلاحية. ممكن في فترة من الفترات ان هذا الشيء هو تاريخ انتهاء الصلاحية بتاعته، مثلا سي بعد سنة، ونفتحه بعد سنة وشوية ونلاقيه لسه شغال، لان تاريخ الصلاحية ده له درجات. يعني التاريخ اللي بيتحط ده لغاية امتى هو صالح للاستخدام الآدمي، بعدها حتى لو جسمنا ما تفاعلش مع هذا الشيء دلوقتي حالا على المستوى على المدى البعيد، ممكن يعمل مشاكل في جسمنا وممكن يضر صحة أولادنا. فناخد بالنا قوي قوي من تاريخ الصلاحية، لأن دي كلها مواد كيميائية. الأكل بيخرب، الأكل بيبوظ، حتى لو هو محطوط في علب، حتى لو هو عليه مواد حافظة. كان في حاجة لطيفة قوي، كان في دولاب عند بابايا، والدولاب دوا ضاع المفتاح بتاعه، في رف من الرفوف ضاع المفتاح، ودهلنا الدولاب والرف ده مقفول، وفضل سنين طويلة قوي قوي مقفول، لغاية ما في يوم بابا قرر وقال انا عايز اشوف الرف ده فيه ايه، انا مش يعني بقالي سنين بدور على المفتاح مش قادر الاقي المفتاح، فانا هفتحه. فراح ماسك الشاكوش ومفك وتك فتحه، لقينا فيه ازازتين بارفان. هتقولوا ان البارفان ما بيخربش؟
الازازتين دول كانوا قاعدين بقالهم كتير قوي، على حسب بابا ساعتها لما قال لي دول بقالهم 20 سنة. البارفانات يقولك ده اتعتق، يعني الكحول طار وابتدى الاسنس بتاع الريحة هو اللي يستقر. طيب بعد ما الكحول كله يطير والاسنس ده يبقى موجود، الاسنس خرب باظ من الحرارة واختلاف الحرارة والبرودة، حرارة وبرودة مع الزمن الطويل مع الكتمة باظ بارفان. الناس مثلا اللي بتقولك ايه ده زي الخمرة يتعتق، الخمرة المعتقة دي صناعة. انا زرت على فكرة مصنع لصناعة الروم واحنا في كوبا، مش عشان انا بشرب والكلام ده، ولكن انا بحب اشوف الحاجات الصناعية، والمصنع ده كان واخد جايزة على مستوى العالم. لو تشوفوا الاماكن التخزين اللي بيحددوا فيها درجة الحرارة والرطوبة والاضاءة وكل العوامل الخارجية اللي لو اختلفت شوية المخزون بتاعهم ده هيبوظ. فحتة ان الحاجة لما تقعد حاجات معينة لما تقعد ما تخربش، ده كلام غلط، ده كلام غلط. وللأسف في ناس مؤمنة بيه قوي قوي قوي، يقولك دول حاطين لنا تاريخ الصلاحية عشان نرمي الحاجة ونشتري غيرها فنفضل نشتري. لا، هو حاطط لك تاريخ الصلاحية لان بعد هذا التاريخ الحاجات دي ما بتصلحش. فنشوف ايه المخزون الزائد عن حاجتنا، ونشوف تاريخ الصلاحية على كل حاجة احنا مخزنينها، و يعني نكتفي بس لغاية تاريخ الصلاحية دوا. وصدقوني الاكل حتى لو شح مش هيختفي، هنلاقي برضو اكل وهنلاقي برضو خير وهنلاقي برضو حاجاتنا كلها، ما تخافوش مش هندخل في مجاعة. الخامس حاجة بقى هو الجهد الضائع. في مرة كنا معزومين على الفطار في رمضان عند زميل من زملاء زوجي، وزوجته كانت عاملة لنا أكل حلو قوي قوي، من ضمنه جلاش اللي هو الصوابع المكشكشة، مش عارفة يعني عارفين أنا بقول إيه. فمن ضمن الحاجات قالت الجلاش ده بالذات أخد مني مش عارفة كام ساعة. فأنا قلت لها واو، ده احنا تك 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 زقطنات زقط زقط زقط. فبقول لها عملتيه ازاي؟ قالت لي كنت بقطعه وبلفه على قلم وكشكشه واحطه ولازم امشي بالراحه والكلام ده. انا ساعتها حسيت ان هو جهد ضائع بصراحه. كان ممكن تعمل صينيه الجلاش زي بالطريقه العاديه وتقطعها سمبوكسات، وكانت هيبقى طعمها جميل وطعمها حلو، وممكن ترش عليها شويه مكسرات عشان يبقى شكلها لطيف حلو لائق بالناس. اللي خلاني كمان حكمت ان ده جهد ضائع ان هي قالت لي ان في اليوم ده وهي ما ذاكرتش لابنها. فانا يعني فكرت يعني قلت، لان عارفين يعني في سنوات بتعدي علينا رمضان بيجي في الدراسة والولاد بتذاكر، طب يعني انتي ما ذاكرتيش لابنك في اليوم ده عشان تعملي الجلاش الشكل لطيف الحلو اللي قعدتي كذا ساعة تعملي فيه واحنا كلناه، فما فيش يعني 5 دقايق مثلا، وكان له بديل، يعني كان في بديل. فنفكر اي حاجة هتاخد من مجهودنا، لان احنا عندنا طاقة معينة، كل يوم الصبح بيبقى عندنا تانك الطاقة مليان بشكل معين. لو اهدرت الطاقة بتاعتي دي هنا واهدرت الطاقة دي هنا واهدرت الطاقة دي هنا، ممكن لما تيجي الحاجات المهمة في حياتي ملاقيش الطاقة اللي تخليني اشتغل في الحاجات دي. فنشوف جهدنا بيروح فين. في الشغل احيانا باختلاف الاولويات، عشان انا مش عارف اولويات المدير بتاعي، ممكن اضيع الوقت. انا حصلت مره معايا ان انا قعدت اظبط في برزنتيشن واجيب اشكال واجيب حاجات واعمل مش عارف ايه واعمل كذا وكذا وكذا،
والمدير في الاخر مش هو ده اللي اهتم بيه، ما قاليش الله البرزنتيشن دي شكلها حلو، اهتم بالمعلومات اللي في البرزنتيشن، اهتم بالمعلومات اللي هو الكور بتاع الريبورت اللي هناخد بيه الشغل، اللي هنعمل بيه الشغل. ف بقيت اتعلمت ان انا احدد الاولويات، هنا الاولوية الاول للشغل الاساسي اعمله صح، بعدين ابقى اهتم بالحاجات التانية. فنشوف الجهد الضائع، لان ده هدر برضو، لان زي ما بقول لكم كل واحد فينا عنده مخزون معين من الطاقة بنستخدمه كل يوم، فنحدد اولوياتنا ونوجه الطاقة لهذه الاولويات. اخر نقطة بقى هتكلم فيها هي الهدر في المشاعر، ممكن؟ ممكن، سواء الايجابية او السلبية، وخاصة السلبية. لما احس بالضيق او بالزعل او بحاجة زي كده، واقعد في هذا الشعور واغذيه بقى هذا الشعور مدة طويلة جدا جدا، طاقتي النفسية هتروح. كأن عارفين بالظبط، برضو تاني لحكاية الريزرفوار، كأن في تانك للطاقة النفسية، ما هي المشاعر دي هي اللي بتحدد طاقتنا النفسية، ريزرفوار مليان طاقتنا النفسية دي. والمشاعر السلبية دي عاملة زي الخروم، والمشاعر الإيجابية دي عاملة زي حنفية، الحنفية اللي جاية من فوق هي اللي بتملى التانك، الخروم اللي تحت هي اللي بتفضي التانك. لما أقعد في مشاعر سلبية، مشاعر وحشة، مشاعر دي حزن، خوف، ألم، ندم، أي حاجة من الحاجات دي، زودت الخروم اللي في التانك ده، والطاقة النفسية قاعدة عمالة تنزل وتضيع. وفي المقابل مفيش مشاعر إيجابية جاية، مفيش مشاعر حلوة ولطيفة جاية من فوق عشان تملى التانك وتعوض الهدر ده. فلازم نشوف مشاعرنا وطاقتنا النفسية بنقضيها في ايه. بنقضيها في ان انا بفتكر زمان وايام زمان ومش عارف ايه، او بفتكر الالام والاحزان والناس اللي عدوا عليا والناس اللي راحوا واللي جم. انا عايزة اقول لكم مثلا لما توفت جدتي، ده يمكن كان من اكتر الحاجات اللي اثرت فيها قوي قوي قوي. قعدت افكر ازاي احول الحزن اللي جوايا ده لحاجة إيجابية إزاي؟ لقيت اللي هي اللي جاوبتني، لقيتها هي اللي قالت لي، هي اللي علمتني، قالت لي أنا كل ما بشتاق لأبويا بقرأ له سورة الرحمن. بقول لها اشمعنى؟ قالت لي عشان هو كان بيحب سورة الرحمن، وأنا تعلمت سورة الرحمن على إيديه، كان بيحفظهاني، كان بيعلمهاني. فكل ما تفتكروا بدل ما تقعد تعيط وتحزن وتقول ابويا وخساره ابويا والكلام ده، بقت بتعملها بشكل ايجابي. انا كمان لما بحزن وبفتكرها بعود افتكر انا اتعلمت ايه منها، انا ممكن اضيف ايه ليها. انا عارفه ان هي عند رب كريم، لكن ان انا اقرا لها الفاتحه، وبعدين يعني حاجة كده غريبة يمكن تقولوا عليا ست غريبة، لكن كنت بقرا لها الفاتحة وبعدين لقيتني بقراها، وبعدين قلت لا لا لا، انا عايزة اقرا لها الفاتحة صح، اقرا لها الفاتحة صح. فقريت الفاتحة واخدت وقتي في قراية الفاتحة، لقيتني ان انا قاعدة عمالة بفكر في هذه الصورة البسيطة اللي احنا كل يوم بنصلي بيها 17 مرة في اليوم، ده لو احنا بنصلي الصلوات كلها بنصلي بيها 17 مرة في اليوم وبنقولها، وبقيت اخد كل كلمة واحس بيها. فنشوف المشاعر اللي احنا حاسين بيها، لو مشاعر سلبية خدوا بالكم دي الخروم اللي في التانك اللي بتشفط طاقتنا النفسية، ونحاول نزود المشاعر الحلوة، اي حاجة نحس انها بتسعدنا، بتخلينا نبتسم، بتخلينا نفرح. الناس اللي لما بنتكلم معاهم بنتضايق، بنتعكنن، نشيلهم من حياتنا ونركز على الناس الكويسة. النهاردة احنا قاعدين في البيت، قاعدين يعني ريلاكسيشن، الجو حتى مش لطيف، مش هقدر اخرج،
لان لسه بننزل نمشي في الشارع ونروح ونيجي، لكن بنروح وبنيجي بدون ما يعني بنحاول ان احنا ما نختلطش باخرين الا في اضيق الحدود، حفاظا على سلامتهم وحفاظا على سلامتنا. حتى لو انت مش ظاهر عليك اي اعراض، ممكن تكون حامل للفيروس وبتنقله لحد تاني، مناعته ضعيفة او عنده مشكلة فيتأذي منك. يمكن اشوفكم بعد شوية. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بص قاعد بغلس عليها. ايه؟ امال ايه، هي اللي بتغلس عليك؟ لا لا ما تلمسش، سيبها تلعب. مش هين عليها تطلع. Just outside of her reach. هتتدلقي كده. لا توقف على البتاع تاني. مش هتجرى، دي بتلعب يا إيهاب. هو مش مدخل ايده جواه البيت بتاعها، هي عندي يلعبوا من بره. كسالة ده ما فيش، يا دوبك وده يفكرني قصيت لها ضوافرة لسه. بصي بص 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 ما بتطلعش دماغها، شفتي؟ ايوه. ايه ده؟ دلوقتي ابتدت تتعب. She's exhausted. لا 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 برضه ست كبيرة، حرام عليكم برضه. ممكن تقطع بيتها من جوه. لا لا مش للدرجة دي. انا زهقت منكو. اه نتشتها. استنى استنى استنى، طب لو انا حطيته جوه؟ شفت نتشتها. مش شايفة حاجة. خدت شايف ده كان علم. ايوة شكرا. Entertainment right at its door. ايه ده، دي جابته جوه؟ ايوة. لا اهو ده افشاف بايه ده؟ اتستي؟ دخل مناخيرها في السلك ده؟ برضه مش عايزة تتحرك، برضه مش عايزة تطلع.